اخواتي، مرحبا بكم معايا في جديد قناتي مطبخ عالم ام مسك. اليوم عاوده رجعنا للسطح ديالنا ان شاء الله، وعاوتاني مع البريكولات ديال الزوج ديالي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو غادي بلاتي انت غتزرب عينه دغيضيه، سلم بعدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنو غادير؟ واش راح حلات في داكشي في يدك؟ غنديرو شي شكيلات بحال محبقات، روسيكلاج البواطات كيف ما كانوا، كل وحده على حساب الشكل ديالها، على حساب البناء ديالها، على حساب المساحه ديالها. اها الحجم. اها هادي صغيره، غادي نقطعوها من هنا ونعدو بها واحد الشكيل بحال محيبقه صغيره ديال ديكوراسيون. ياك دابا شنو غادي دير من هنا؟ اها يعني يمكن لهم يصايبوها بموس، يمكن لهم يصايبوها باش ما كان. باش ما كان. اها وماشي من الاحسن يعلموها بالفطر؟ من الاحسن هي تتعلم بالفطر باش كتجي معوطه، حتى ولا كانت ما معلماش ماشي مشكل، غادي ملي تقطع غير حاول تقطع معوطه ومن بعد كتعاود المفصل. دابا يلا بدا على بركه الله. اللي عملنا هنا غادي تجينا عاليه بزاف. يلا سير توكل على الله. بسم الله. لكن غدو البال يديكم البنات. العملية سهلة، خصها شوية ديال التقنية. سهل من تاني هذا ماشي سهل. لا يعني يمكن السيدة تصايبها في الدار ديالها. ايوا هكا. المهم هو قشرها، راه حيد لها داك هذا العلامة التجارية ديالها. ها هو دابا قطعها. دابا شنو غنحتاجو؟ دابا غادي نحتاجو كوايا ولا موس باش كوايا اولا فطر باش نعلموه هكذا. دير العلامه الفطر شنو الجنابات وديك الساعه انت غتسهل عليك الامر بالكوايا. كوايا غنخدمو هاد الكوايا تقريبا شحال كيدير الثمن ديالها باش بنادم يشريها يحطها عنده في الدار؟ ماشي غاليين، كاينين اللي كيعملو كيتبداو من 60 درهم و تينا طالع حتى وزعما صراحه البنات فوق ما كان كيبغي يشري شي حاجه بحال هكا، وكنكون معاه كنبقى نقر، رغم انه هو ملي كنبغي نشري شي حاجه الكوزينه عمو كيقول لي علاش ولا لا، ولا بالعكس هو اللي كيشجعني نشري الماتيريال ديال الكوزينه، وانا سبحان الله ما داكشي اللي عطاني الله عطاني الله. دابا صافي، دابا درتي لها داكشي اللي غتقطع علمتيه، ودابا شنو غدير دابا؟ غادي نقطع دابا نتقبوه بهذا باش نسهلو، باش تسهل عليك العملية. سهل العملية. هانتوما كتشوفو كيحدد ديك الدورة بالكاوية، يمكن لكم ديوها بالموس ولكن غدو البال. مع البلاستيك هذا راه كيكون شوية قاصح وكيزهق. صراحة الواحد كيستصغر القيمة ديال هاد الماتيريال بحال هكا، رغم أن الثمن ديالو ماشي شي حاجة كثيرة، كيقول و ما عندي لاش نحتاجو، ولكن نهار اللي كيوقف عليه وكيحتاجو عاد كيعرف القيمة ديال داك الحاجة اللي شرا. هاد الهضرة كنقولها حتى لراسي أنايا. هانتوما كتشاهدو، ما بغيتش نقطع الفيديو باش تشوفو ان شاء الله، كنتمنى ما نطولش عليكم بزاف باش تشوفوا كيفاش كيدير ليها في الاخر. ها هو دابا كملها، نشوفوا وين الشكل ديالها، قربوا الكاميرا مزيان. صافي ها من بعد اش كدير له؟ نص ملي كنتقوى كتكون كتجينا شويه سهله. سهله ها انتم كتشوفوا العمليه كامله قدام عيوناتكم عندك. كندخلو فديك التقبة اللي تخبتي، كندخلو فهاد التقبة ونحاولو إلا كان شي شوية قاصح هو أكيد غيكون قاصح.
ولكن باقي خصو شويه. باقي اش غادير له؟ غادي نزيدو نعوضو شويه بالكاويه. وهاد الفائده ديالها البنات. كي تقطعو بالموس غيتقطع لك عوج. عوج باينه شحال ما وقعت لي انايا. ايه بلاك الموس. منين كلو ما هادشي ديو باي تقبعه جافيل. المهم هو هو لقى هادي شوف صراحه هو استغل هاد البيدو هذا لان الا كنا درنا قبعه ديال الماء ولا ديال المناضه ولا ديال شي حاجه خصنا عاد نزيدو نصبغوها باش تعطي داك الجماليه. هذا ما حدو لونه فيه في البلو في الزبيرق صافي عطي جماليه. ها انتما هو منفوس عليها بالقوه باش دخلها. نشوف دابا اش كدير. سكت هذاك الفلتاج ديالها حتى هو يدخل. الروشكه كتدخل باش كنقول الفلتاج كيتشد. هذا كنشدوه هكذا باش كيتزير. شوف واش يزير. يتزير حيت حيت ما داخلاش كامله. صافي اصلا هي حانيه. صافي يلا ودابا شنو غدير لهذاك؟ حنا خصنا نزيدو نفسخوه شويه بشويه. غتزيد توسعو شويه. هو كلشي قدامكم. ها كلشي ولا جاكم هادشي صعيب بالنسبه للاخوات؟ لا جاكم هادشي صعيب ولا هادي؟ دابا نقلب لكم ما صعيب والو. انت لا كيجي جاني ما صعيب والو غير خصني بنادم يتعينوا معاه صافي. وكاينين بزاف تشكيلات ان شاء الله ساهلين. بزاف تشكيلات دابا نوافيهم لكم ان شاء الله. كل ما نعطيكم حاجه باش على الاقل اللي كان عندها واحد الطراسه ولا كان عندها غير البالكون والله الا دير محبقات بحال هكا كتقول لك لا انا خصني تمشي نشري هذوك اللي كيكونوا معلقين كيكونوا حتى هما شويه الثمن ديالهم زايد وكتمشي الحاجه تشريها زايده بحال هكا والله الا غتحسي بالطعم ديالها وغتحسي بالحلاوه ديالها لانها مصايبه بيدك ومصايبه بحوايج عندك في الدار. صافي دابا مزيانه. دابا غادي نحاول صافي ما وقفش مزيان لان هذا كبير بزاف. وا زيد خرجوا شويه. اه ولا دابا شرح لهم كيفاش كبير هذا الحجم كبير على هذا الحجم ديالو. صافي حتى هكا مزيانه ولكن خصك تقب هذيك باش الماء يهبط. طبعا يلا هو بيمكن كيفاش تقبها. هذه غنتقبوها باش نهبطها هكذا. صبطنا الماء ميعفن شي صافي. ودابا غندوز نوريهم شنو غندير فيها ياك. دابا غندوز ان شاء الله. خليكم معنا باش تشوفوا شنو غي كيما كتشاهدوا اخواتي. هو غياخذ التراب راه ناشف ما فازكش ياك. حنا غادي نعملوا هاد النوع ديال الشجر هذا كيسميو سميتو بينو وكيجي الشكل ديالو زوين. هذا دابا راه باقي صغير باقي غادي ينوض ويزيد غيفيق. لكن غير هما صراحة بحال هاد لي بواط بحال هكا بحال هاد المحيبقات بحال هكا خص دير فيهم شي حاجة اللي ما كتكبرش بزاف. كاين واحد النوع د الوريضات ان شاء الله دابا إلا حيد هاد الحجر الصحي بإذن الله نخرج نشويهم ونزرعهم فيهم. كيكونوا ديال الزينة كيكونوا فيهم لي كولوغ. كاسكو تي فا فيغ شنو غادير؟ تي فا اغوزي لي بلونت. وا داكوغ اطون بلاتي تيكمل بابا كابنتي بلاتي. انتوما راه التراب ناشف. هو كيحاول هو كيزرعو هو كيوسعو باش يجيو في الشوفة يعطيو المنظر ان شاء الله يا ربي. انتما كتشوفوا
هالنظر هلا اغوز هلا يلا بزيت خليها خليها احمد خليها صافي ميسك سي بون بقى زيد 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 شويه باقي 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 اليوم خوتي كانوا هذا هما الشكيلات ديالنا دابا هاد الشكيلات ديالنا ودابا هاد الشكيل بحال هكا ها نتوما كما كتشوفوا ها هما جوج شكيلات ها هما كيعطيو منظر زويون صراحه وباقي ان شاء الله باقي باذن الله نوريكم شكلات خرين وافكار هذه سهله يعني بالنسبه لي انايا راه سهله اي وحده تقديمها اي وحده عندنا عندها القرعه جافيل البيدو ديال الماء اي حاجه يمكن لها ديرها الطريقه هذه هو اختار لكم هذه سهله باش تعودوا شويه ومن بعد يجيب لكم حوايج ساهلين عاد ديك الساعه يبدا لكم بالشكيلات اللي كيكون على شكل اما وريضه اما حيوان اما هذه ان شاء الله خليكم تابعونا باش تشوفوا كل ما هو جديد ان شاء الله واللي عجبوا الفيديو ما ينسانيش من لايك ماشي انا ما ينساش الزوج ديالي من لايك وشكرا لكم ولا بغيتوا اي حاجه راه كيقرا لي كومونتير ديالكم و ميسك والاشتراك والاشتراك اها وعلم وشكركم على لايك والاشتراك اها وشكرا لكم على اللايك والاشتراك وعلم وشكركم بابكا لي بلون دو باباي راح نزيحهم زيهم زوينين ديكور ديكور هي الحيحور ديالهم ما مالكم ها انتم فهمون ديكور ديال الحيحور ديالهم زوين ياه قولها لا قولها ديال باها ماشي زوين اجي لي بلون ديال باباك خايبين لا خايبين ما كيعجبونيش لا حاجه لهم زوينين يلا شكرا لكم اخواتي شكرا لكم السلام عليكم الى حلقه مقبله سواء وصفه سواء اقتراح جديد ان شاء الله